تم في قائمة النصر. اللاعب القادم هو بالتأكيد علي الحسن على حساب عبد الله الخيبري. حسن يدخل في هذه الأثناء علي كأول مباراة مع النصر فيها مرابط في اللقطة الأخيرة في التمرين لبيتي. لمسة للحسن استعرض مهارته أمام الفيد ليس أمامي صليهم الفيد خلصها تغطية وتدخل وبعد ذلك مهار الغنام. الغنام تأخر في التمرير الكرة تصل لمساعتي حالي الحسن بلمسة صليهم صليهم لعلي مرة أخرى تمريرات لمصاعد العالمي بحثا عن مخرج. هذا النصر المعروف بكرة الهجومية بشخصيته بفرض اسلوبه في الملعب. ماذا على أي فتح ننتظر كبيرة لمسة فيها تغطية وتدخل. هذه محاولة من جانب علي الحسن لبيتي مارتينيز مرتدة سريعة نصراوية ثلاثة على ثلاثة مارتينيز لكن الدفاع تدخل أمامه إلى سينتظر دوره. كذلك في راس البريكان تغييرات النص على جهة اليسار محاولة بناء هجمة لمصلحة النموذجي من 22 مباراة بين الفريقين فقط مرتين تمكن الفتح من الفوز على النصر مقابل 13 فوز نصراوي وسبع مباريات انتهت بالتعادل. محاولة تعود مرة أخرى لمصلحة علي الحسن في المساحة في علي الحسن لكن كدور دفاعي الأمر أكبر كان عند بيتروس. الشخصية والحضور أكبر بالنسبة لبيتروس. لمسة في وسط الملعب محاولة بناء هجمة الحسن للخلف وتمريرة بعد ذلك لفراس البريكان في المساحة حلوة باتجاه مرابط مرابط تمرير المين الفراس مادو في تأمين الكرة باتجاه الحسن ثم بعد ذلك تمريرة طويلة لكنها أقرب ل الله طب تعود بعد ذلك للسعيد أمام تغطية وتدخل ثم غائبين إجازة امتدت لفترة كرة تصل هذه الجزئيات هذه وبعد ذلك الكرة أقرب لمراد باطنة يحاول المرور أمام الحسن افتك الحسن يعيدها لمصاعة النصر علي للصريهم صريهم لعلي الحسن لكن تشوف أنه في بطء كبير جدا في بناء الدفاعية فتحوية تقضي على هجمات النصر في الدقائق الأخيرة والكرة في الأخير أقرب إلى مادو حسن يحاول وصول ضاعت منه وخطأ يحتسب حكم المباراة على علي الحسن انتهى كل شيء في أحداث هذا اللقاء انتهى كل شيء الفتح غير